ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدا 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 جدا. عارفه طبعا ان شكلي متبهدل ومش ولا بد، بس كنت بودي طالع عند ماما عشان النهارده عندنا مناسبه جامده. بصوا يا جماعه، عيد جوازي اللي هو عيد كتب كتابي، مش عيد جوازي، كان امبارح، والنهارده عيد ميلاد علي. وانا يا جماعه بجهز نفسي دلوقتي. بصوا انا هحكي لكم اللي حصل. انا حجزت مكان عالنيل، علي طب علينا يا جماعة وقفشني. المهم أنا كلمت مكان عالنيل بيعمل بقى إيه، ديت بقى وورد وحركاته وشموع وكده، هوريكم كل حاجة، بس مش عارفة أتكلم دلوقتي. المهم إن أنا حجزت المكان وقلت هروح أتعشى أنا وعلي كده في الخفيف، وجبت له كده هدايا بسيطة هتشوفوها في آخر الفيديو. بصوا يا جماعة، أنا اشتريت لنفسي لبس وعلي لسه ما شافوش، وطلعت له لبس وفهمته ان احنا رايحين فرح واحده صاحبتي. معرفش انتوا سامعيني ولا لا، بس انا عملت كده. والمفروض ان انا دلوقتي هدخل البس بقى واحط ميك اب عشان نروح الفرح مع بعض. ان شاء الله الفرح يبقى جميل وننبسط كلنا، والف الف مبروك للعروسين وحاجات كده جميله. دلوقتي هلبس واجهز، وعلي هيلبس ويجهز. انا جهزت اللبس اللي احنا هنلبسه في الفرح. ان شاء الله يا جماعه الفرح يكون جميل، ان شاء الله العيد ميلاد يعجب علي، وكل سنه وانت طيب يا لولو. يلا يا جماعه دلوقتي هروح البس واحط ميك اب واجهز، وان شاء الله الفرح يبقى حلو، وربنا يبارك للعريس والعروسه كده ان شاء الله، ويسعدهم ويوفقهم في حياتهم. يلا بينا جماعه. خلص. بصوا شياكتي، بصوا انوكتي، شايفين شنطتي حلوه جميله. انا اصلا اموره، حطيت الميك اب ده. بصوا يا جماعه، احتفال بسيط وحاجه بسيطه، مكان هادي، هنتعشى هناك، والهدايا هنا بتاعت علي في الشنطه بقى هتشوفوها وانا بديها له. انا فرحانه قوي، حاسه ان الطقم كمان لايق عليا، شكلي شيك، شكلي رفيع، انا اصلا انيقه. تعالوا بقى اوريكم شكلي من بعيد عشان فيه هيلز وفيه حركات. بصوا 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 بصوا، مش عارفه انتوا شايفين ولا. اصبروا اصبروا، انزل لكم الكاميرا شويه. اصبروا، بصوا شايفين؟ شايفين الهيلز؟ بصوا يا جماعه، انا مش عارفه انتوا هتشوفوا ولا لا، بس ابقى اخلي علي يوريكم ستايلي وشكلي وقمري وحلاوتي وجمالي. يا رب المفاجاه تعجب علي، ويا رب ينبسط بيها، ويا رب تكون حاجه حلوه كده قدمتها له في عيد ميلاده، لان هو يعني متعشم ان انا كنت بعمل له عيد ميلاده، حسيته كده يعني، حاسه كده. مع ان علي مش بيحب الاحتفالات قوي، بس انا بحبه كل سنه افرحه، لانه بصراحه ما بيفوتليش مناسبه غير لما بيفرحني فيها، وبيجيب لي هديه وورد يلا. ف ايه رايكم في الشنطه؟ بجد بجد ايه رايكم؟ طب في لون البلوزه والمانيكير جماعه، انا اموره جدا. يلا انا هنزل دلوقتي. طبعا علي فاهم زي ما انا قلت لكم ان احنا رايحين فرح واحده صاحبتي، وطبعا استغرب ازاي انا مش رايحه انا واحلام، بس انا قلت له احلام مش تقدر تروح عشان ادهم مسلم تعبانين. فان شاء الله ان شاء الله تكون موفقه. طبعا كان نفسي البس سلسله بس كفايه قوي كده. فهننزل دلوقتي نروح، يلا بينا الاحتفال بتاعنا. ان شاء الله يا علي تكون مبسوط وفرحان ومنبسط كده ومنشكح. هناك هنتعشى كمان، لان انا قلت له علي مفيش غدا بقى، احنا هناكل في الفرح عشان هناك بقى في عشاء وكده، لو كان كان ما كانش هيقدر ياكل تاني. ويا جماعه ان شاء الله اليوم يكون جميل. يلا بينا يا جماعه. السلام عليكم، احنا في الطريق اهو، وخلاص قربنا نوصل الفرح، ويا رب يهني العريس والعروسه. وانا مش عارفه علي بقى مالك يا جماعه، علي عيد ميلاده النهارده صحيح يا ساده، بقول لكم كل سنه وانت طيب يا علي. علي بتحبني قوي بيقول لي كده وخلاص، بس انا حاسه ان هو بيحبني، احساسي ما بيكذبش ان شاء الله. مكان فين بقى؟ قدام لسه شويه. ماشي يا جماعه، يلا نشوف المكان القاعه فين عشان احنا اتاخرنا قوي. يلا باي باي يا جماعه. احنا وصلنا، بس مش حد جه غير ان الفرح ده مش فاهمه فيه، بس انا شفت كام حد اعرفه، بس انا مش لاقي حد جه، مش فاهمه برده في ايه. يلا يلا بينا، يلا يا جماعه ندخل اهو. علي بذمتك متحمس للفرح؟ مش عارف ده فرح ولا ليه، مش باين عليه فرح. ندخل من هنا؟ يلا يا جماعه ندخل من هنا. شكرا. العروسه هتيجي دلوقتي. اشتغلك ليه؟
والله عارف يعني ايه. والله عارف بضحك عليك ليه؟ طب ايه ده؟ فين العروسه؟ مفيش عرايس بقى. امال ده ايه؟ ده ايه طيب؟ ده نادي اكيد على المفاجاه. والله كنت قلت لك كنت هتعمل ايه؟ هتجيب كيلو موز وانت جاي. بص عايزه تتحرك؟ علي بيقول ايه ده ما تتحركش دي ثابته. انت عايزه تتحرك؟ انا قلت برضه من غير احلام الفرح ما يتمش. انا برضه الفرح ما يتمش هي المأذونه. بص يا جماعه الجو، ايه رايك في الشموع طيب؟ والورد اللي في الارض ده حبيبي حبيبي. خد يا قلبي. بص حبيبي حبيبي قلبي يا حبيبي. طب انت عارف في حاجات تانية ولا خلاص كده؟ هنقعد بقى قعده رومانسيه. كنت عايز ايه؟ مش مفاجأة وجو رومانسي وناس قاعدة وسط الشمع ده لافن؟ لا احنا نقوم بقى نمشي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. قلت نسهر. بص ده ورد حقيقي والله. ايوه انا عارف. بفلوس بفلوس. شمه كده طبعا. شمه يا حبيبي شمه. مفهوش ريحة؟ ماما مولعين لك شمعة. شايف الشمعة جوه الفازة؟ بص كمان في شمعة في الأرض أنت ما خدتش بالك؟ مبسوط؟ بص بص في مراكب أهي كتير. سلي سلي. طب أنت حسيت بإيه؟ حسيت إن دي الفرح هيطلع مركب زي المدينة. أساسا ما كنتش متوقع حاجة غير الفرح صح؟ مفيش فرح غير علي. مبسوط؟ دي سهرة رومانسية يا حبيبي. شايف الوهرت؟ انت قلت خلاص كده مفيش عيد ميلاد صح؟ لا انا عمل لي ايه ده؟ لا ده دي حاجه عاديه. هو بالنسبه لي عيد ميلاد انا مش ده في عشاء. اقل حاجه في يا حبيبي يا حبيبي. شايف الفيو طيب؟ مش مادة حقير. مش مادة حقير. طب في عشاء بقول لك. في عشاء بقول لك. تعشى وسط الورد. انا مش متعبطني. في عشاء في عشاء في عشاء من امبارح وانت في عشاء. بس بجد مبسوط؟ مبسوط عشان معاك حبيبي يا روح قلبي. جوزي الوحيد والله جوزي جوزي. حبيبي حبيبي حبيبي. شكرا يا قلبي. يا جماعه بجد المنظر تحفه تحفه. شكل القلب في الارض جامد بجد. علي دخل الحمام بقى لما يجي هنختار العشاء. شكل الورود دي جميل. انا كنت مفكراها على فكره ورده عادي مش ورده مجفف مش ورده طبيعي. فان هو طلع ورده طبيعي ده حاجه جميله قوي بجد. انبسطت بجد يا جماعه. انا فرحانه جدا. شوفوا شكل القلب تحفه. عارف يعني الناس هنا صادقين لدرجه ايه؟ شايف الورد تاني؟ الورد مبلول حقيقي واقعي. صادقين يعني؟ اه طبعا جايبين لك. بص ورد حقيقي. خد شوف كده. ممكن يبقى حط الورد ورشه بالبخاخ. ايه ده؟ لا يبوظ الترابيزه. لا الورد شكله متفكك لسه دلوقتي. فريش يعني. فريش اه. انت عارف ان الورد عارف ان الورد بيتاكل؟ ده البسطرمه. انت جاي على عشاء. انا قلت لك في عشاء. بص يا حبيبي الشمعة الجميلة دي. دي حلوة. عاملة جو صح؟ هي ايه؟ لا لا ما تخافش. لا بحط لك زيها في البيت على الترابيزة الليفينج. عندنا نفس الفوزة في البيت. بفكرني بقى اجيب لك شمعة. صح؟ انت حسيت بالحنين ليه؟ عشان هي في الليفينج عندنا. علي مبسوط. عمال يلف بالقارب. بص يا جماعه اللي بيقول عمال يلف بالقارب. طب يخش عايز يخش فين؟ يخش بالقارب جوه. يشوف عمال يبص علينا ازاي بصوصي. بيتفرج على الناس الرومانسيين. يقول لنا يعني من عندي بنتي واد على حبه. قالوا ما تيجوا تاخدوا لكم هنا ساعه ارخص من هنا بكتير. كان نفسي يا جماعه اوريكم الاكل من اوله.
بس دي كانت سيزر سلط بس ما فيهاش فراخ، كانوا مالينها لحد فوق كده وحاطين معاها قطعه عيش محمص وشيري توميتوم وجبنه وصوص مايونيز، بس انا اكلتها. ونزلوا لنا شوربه كمان، انا اخترت شوربه مشروم وعلي اختار شوربه كريمه بالمشروم، كريمه بالفراخ، وانا اخترت كريمه بالمشروم. ونزلوا لنا اتنين المشروبين دول، انا اخترت سودا ميكس بيري وعلي اختار سودا بس مش سودا يعني سيفن بس. ودلوقتي كمان هيجيبوا لنا باقي الاكل. انا شربت شوربه كان نفسي اوريها لكم يا جماعه، بجد بجد احلى شوربه مشروم كلتها في حياتي، بجد جامده. انا كنت حاطه في دماغي ان المكان مش قد كده. المهم يا جماعه ان انا اخترت فراخ، مش اخترت، هم اختيارهم واحد، بينزلوا لكم الاول مشروب سودا من اختياراتكم والسلطه ونوعين الشوربه، وبعد كده بينزلوا لكم فراخ جريل معاها رز وسوتيه او وايت مكرونه وايت صوص بس مع الفراخ. وايه تاني؟ والحلو براونيز او مولتون كيك، مش فاكره قالي براونيز اهو، بس كده لما يجي هوريه لكم. رايك يا علي في المفاجاه اللي انا عملتها لك؟ بصوا يا جماعه، انا فاجئت علي وجبت له نجمه المفضل وهو طلع بره لقاه، فكر ان هو جاي يمثل عادي، بس هو كان معزوم عشان خاطرك يا حبيبي احمد السقا. طلع يشرب سيجاره فلقاهم بره بيمثلوا مشهد. احنا اصلا اول ما دخلنا كان في تصوير في المكان، فانا بقول له في ايه ده يعني، هو السقا اللي بيصور؟ بس انا اقسم بالله ما اعرف ان السقا. ورينا كده. علي بيقول لي اقول لاصحابي انا زوجتي العزيزه عملت لي عيد ميلاد وعزمت لي السقا، كان واقف معايا بره. شفت انت هتتفاجئ. كنت اقول له لما نازل على القهوه تقول لي انت نازل لمين، اقول لها راح اقطع مستنيني وكريم وهنيدي وكلهم مستنيني، وما تصدقنيش اهو الارض الواقع اثبات بالدليل. اي خدمه يا باشا. اي خدمه يا حبيبي. شفت عزمت لك اهم. انت على فكره لو طلعت بره هتلاقي عادل قاعد. هو لسه مكلمني. اتصل بيك؟ ايوه صاحبه يا جماعه، صاحبه. بصوا يا جماعه الاكل نزل اهو، فراخ بصوص بالوايت صوص ومكرونه، ده الطبق بتاعي، الطبق بتاع علي اهو، رز عاملينه له على شكل قلب، شفت بقى الرومانسيه؟ شايف ولا مش شايف؟ وفراخ بالمشروم وخضار سوتيه. ايه رايك؟ حلو ولا مش حلو؟ حلو؟ بصوا يا جماعه هدوق برضه واقول لكم رايي، حلو ولا مش حلو؟ بصوا يا جماعه اللي بيعزف كمانجا. بقول للدنيا بحالها ان انا وان انت حبيبي وروحي، دي رومانسيه بتاعت السنه كلها. وان انت حبيبي وروحي وقلبي معاك. طب قول لي بحبك اي حاجه. ماشي يا روحي. عارفه اللي عايز يستخبي ورا العمود. انا فكرت انت الوحيد اللي عيد ميلادك طبعا، وحجزت لك التورته وفكرت انت بس. سنة حلوة يا بص التورته يا جماعه، مش كل الناس عيد ميلادها. لا كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انا فكرت انت الوحيد اللي عيد ميلاده بقى وهتتفاجئ. وهي ايه رايك؟ حلو حبيب. انت مالك اتاثرت كده ليه؟ جابوها لك بالشوكولاته زي ما بتحبها. انا ناخدها معانا بقى واحنا مروحين.
لسه في براونيز كيك المفروض ان هو الحلو ناخدها معانا. انا اقول لهم خلوها زي ما هي كده ولفوها لنا. كل سنه وانت طيب يا كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وعشان المناسبه دي يا علي بقول لك كل سنه وانت طيب. مبسوط يا حبيبي؟ اتمنى انك تكون مبسوط. انا عفوا يا حبيبي. احط روج. ايه؟ جايبه له هديه مع التورته؟ هي جايبه له هديه؟ طب ايه يعني ما انا هجيب لك بكره. استنى يا جماعه احط روج. اقصد علي من ساعه ما جينا. طب كنت جبت لي هديه. يا ما تزعق اول هديه. انا عارف انا ابن الله. انت كداب والله. افتح طيب. مش حاجه ثانيه. انا اللي تمعتك دلوقتي يا جماعه. هي عامه يعني كل البنات بتجيب لي 30 40 هديه. يعني انا من حقي ان اعمل كده. ايوه انا اللي تمعتك فعلا. المفروض اجيب لكش هدايا. استنوا بقى عشان اقول لك انا جبت لك كل حاجه في دماغك. افتح يلا. بجد ربنا تنامته في النيل. يلا هم حاطين ازاز. دي ايه؟ بص يا جماعه اول هديه. اللي ضاعت مكتوب عليها ايه بقى؟ بجد مكتوب عليها علي. والناحيه الثانيه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نزل السلسله لتحت. بص الفرحة. ايه بقى؟ صورة توتة. صورة توتة. في ورا صورة كمان. بجد 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 أجمل هدية جات لي في حياتي. يا حبيبي عايش واجيب لك يا قلبي. لا 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 حلوه بجد. المره دي ظبطها. لسه في الشنطه مليانه. ليه بصوا فرح كان ساكت كده. بدنا نظبطها. ايه رايك حلوه؟ وهديه وتوته. اي خدمه ما نقدرش ننسى توتي. وامبارح عملت له يا جماعه توتة ملفي. الناس اللي بيتفرجوا على لايف التيك توك اكيد شافوها وفاجئتوا بيها. اي خدمه. انا كل مره بكلف يا حبيبي. في ايه يا عادي؟ ما انت لسه كنت بتقولي كل سنه. لا طلبنا الصراحه رمضان. اي خدمه. بقى اعترف ده جه بعد وجود هديه. تاني هديه. هو لازم يجيب هديه طبعا. دي بقى ايه؟ دي يا جماعه طبعا معموله عموله ومكان اللي عملها لي بتاع فضه وكل الكلام ده. بصوا بقى دي بقى هتفجع علي. دي هتجننه. دي بصوا فرحة من ازاي. استنى يا عم العازف بقى. ايه دي؟ لا مرسوم عليها ايه؟ لا مكتوب عليها علي احمد. مرسوم عليها صورتي من ورا يا جماعه. بصوا بقى. ايه رايك؟ بس يا جماعه هي مرسوم عليها هنا صوره علي بس مش عارفه هي مش واضحه ليه. لا دوبنا بتهزر يا جماعه. من هنا علي احمد. دوبنا بتهزر يا جماعه. وسالت هي بتتملي ولا لا؟ قالوا لي اه بتتملي وكل حاجه. بقول لكم يا جماعه دوبنا بتهزر الصراحه. ايه رايك؟ جامد 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 جامد. ايه رايك؟ حاجات اللي ناقصاك ولا لا؟ بجد جامد 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 جامد. جموده. جامد اخر حاجه. اي خد في هديتين تاني اوريهم لك بعد ما الراجل ده يخلص. لبنى جامده يا جماعه. لبنى جامده بجد. قلبي مبسوط؟ لا بص يا جماعه كده العيد ميلاد يكمل. كده الفرحه تبقى باكج. بقول لكم يا جماعه بعد فقره السكس هوريكم في هديتين كمان. تصبر؟ مش هتقدر تصبر طبعا. الشنطة دي هتفضل معايا لحد ما الراجل يخلص. بص يا جماعة العازف مكلفة الصراحة. برافو على لبنى. ده بقول لك ايه جوه فيه حاجات أحلى بكتير. لبنى المفروض بسبب دوت عيد ميلاد ده بجد
توصل 5 مليون. يا سلام، انا قلت بقيت بسببك. مش هقول تاني، خلاص انا وصلت الرساله. انا مكلفه بجد؟ تكلفه ولا لا؟ ده انت لسه ما شفتش اللي هنا. لبنى لما اتشربت دي كنت هطلقها. لا كنت هزعل من جوايا جدا. ليه؟ عشان هي متعوده تفاجئني وتعمل لي مفاجآت حلوه. فانا عارف ان هي مظبطه لي يوم جميل من كام يوم اساسا. حاسس. فاضي نفسك يوم الجمعه. عشان عندنا فرح. اشتغلتني في الاول وقالت لي فرح، بس انا عارف طبعا ان الافراح دي بيبقى ليها طقوس عامه يعني. انت عارف ان هي تعمل لي مفاجاه، لان هي ربنا يخليها لي، ما تحرمنيش من حاجه، تجيب لي كل حاجه انا محتاجها، وعلى طول واقفه معايا وجنبي وانسانه طيبه. اصيل يا حبيبي، اصيل اصيل. رشوات رشوات. شكرا جماعه، استنوا الهديتين بعد ما عمو يخلص. كمان هنقول شويه كمان وبعد كده خلص. الحمد لله. الحمد لله. يلا بسرعه. مين جاي يا جماعه؟ عشان في حاجه انا منتظرها وهي الموضوع. خلاص هو هيزمر دلوقتي، اصبر بقى شويه كده. يلا يلا روح اشرب سيجاره وتعالى. يلا شوف الساعه بقى عشان ترن عليا. يلا. جبت يا ربنا اقسم بالله ما كنت هزعل. حبيبي حبيبي جوزي، فاكر ان انت مهتم بيا حبيبي. بصي والنبي امانه عليكي، بصي والنبي. سيبه يلف يا سيدي. انا بصي الشيشه، بصي مش في المنطقه. هوب 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 هوب. طب افتح وشوف. يلا دي فضة. ها يلا اللي بعده. على فكرة انا كنت بردت حزازة وبتاع وربنا علي كان نفسه في حزازة. يلا يا قلبي، اخر واحلى واهم هدية. انجز. يلا قبل ما الراجل يجي يعزف. بص بقى في مفاجأة علي، فن اختيار الهدايا طبعا. يلا هوب، واحد، غمض عينك غمض عينك غمض عينك وافتح. هو ده الكلام بقى يا جماعه، هو ده الكلام. ايه رأيك؟ بصوا بقى الموضوع كده كبير. انت هتقلع دلوقتي دي وتلبسه صح؟ استنى وريني كده. ده يا جماعه انسيه الفضه، ايه رايك؟ لا كده بجد، كده مكلفه بجد، كده مكلفه بجد. يا ما انت قلت لي لسه مكلفه من شويه. انت عايز ايه؟ بجد جامد؟ طبعا. هنشوفه بقى في ايه؟ يا جماعه ايه بتعمل ايه؟ بتطمن بس. بتفضى والله. فضة من عند بتاع الفضة. استنى البسهولك اسم. ايه رأيك؟ هو طويل سنة بس ماشي. ممكن نشيل منه حلقة، الراجل قال لي. ايه رأيك؟ أنا كنت عايزة أجيب لك اللي هي الأسورة كلها بس ما لقيتش. أنا برضه كنت بفكر أجيب لي الأسورة دي سودة. ما لقيتش اللي هي جلد، فقلت هجيب لك كله فضه. وانت بقى ايه؟ هو عايز فعلا يتشال منه حلقه. عايز حلقه. بس هو كويس على ايدي، واسع قوي بس حلو صح؟ حلو. احنا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل مبسوط يا حبيبي؟ اي خدمه يا قلبي. بجد انبسطت؟ طبعا حبيبي. اليوم عجبك؟ حبيبي يا لولي حبيبي، بس اكتر حاجه فرحت بيها ايه؟ اكتر حاجه فرحت بيها انت يا حبيبي. حبيبي جوزي طبعا.
كوزي. من غير الكلام ده انت عارفه. لا لا رب صدقك يا روح قلبي طبعا. انا بحبك بس الله يخليك يا حبيبي قوي قوي. شكرا يا قلبي. كيف لك كل يوم هديه. مبسوط؟ بس بجد ايه اكتر حاجه عجبتك في الهدايا؟ بجد؟ ماشي يا قلبي. شكرا. بس يا جماعه اخر حاجه نزلوها لنا البراونيز كيك. انا خليتهم الصراحه يلفوا التورته واخدها معايا البيت ونزلوا لنا كمان ميه. بس كده. هخلص بقى اطلع بره واتكلم معاكم يا جماعه. المهم ان انا هاكلها دلوقتي بقى عشان نمشي الساعه 11:30 وانا عايزه اروح لايطاليا بقى الصراحه كده كفايه قوي 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 قوي. حلوه جدا خالص على كده. يا حبك في الزمان اجمل هديه. شفتوا الهدايا حلوه ازاي؟ شفتوا انا قمر ازاي؟ حبيبي حبيبي بجد لسه مقابلين السقه برضه على فكره. قال لي اتفضل يا استاذ. قال لك خلاص بقى بس انا قلت له بقى حصلني على القهوه. انا رايح هناك هتلاقيني قاعد يبقى تعالى. يعني ما تتاخرش عليا عشان خاطر كريم جاي عايز يقعد معايا شويه. وبكده يا جماعه نبقى خلصنا يومنا. كل سنه وانت طيب يا لولو وعيش في وفاجئك وعقبال عيد ميلادي يا رب اللي هشوف هتعمل لي فيه ايه. بجد 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 عايزين بقى ايه بجد ام توتة. طبعا ام توتة 100 مره قلبي. هي ام توتة مره واحده في نور كده غريب في وشي بس يعني انا قمر. ام توتة 100 مره قلبي 100 مره قلبي. يا ريت يا جماعه توصلوا ام توتة 5 مليون. شكرا يا حبيبي عشان خاطر الديل اللي عملته النهارده ده ديل جامد جدا قلبي الصراحه. لبنى النهارده عدت بقول لك النتيجه سؤال توقعات النهارده هي عايزه تسوق فاهمه. فهو الموضوع بيبوس اكتر فاهمه. فاللي هو عايز تنهي اليوم. لا يا حبيبي بعد الشر علينا. يلا بينا. يلا يا جماعه اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. باي باي.